أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الرابعة، الحياة اليومية. الدرس الواحد والثلاثون، تدريب الأول. سل بين كل سورتين بينهما علاقة. Join each pair of pictures which have a relation between them. First student, عمران. السلام عليكم. وعليكم السلام. السورة الأولى، يقصد. ما أي كلمة؟ يلا. First picture with يغسل يكوي. يكوي. Next. كتاب صحيفة. كتاب، صحيفة. حافلة، سيارة. سيارة. الصباح، الصباح. الفجر. ينام. ينام يستيقظ. التدريب الثاني، صل بين الكلمة والسورة المناسبة. عيسى، حمبيسة. يس أي السلام كلمة؟ عليكم. وعليكم السلام. أي كلمة للسورة الأولى؟ Which word for the first picture? Can you tell me? Okay. ملابس for the fifth one. First picture, first. السورة الأولى. السورة الأولى المدرسة. مدرسة. السورة الثانية. أطباق. طباخ. السورة الثالثة. تلفاز. تلفاز. السورة الرابعة. كتاب. طب السورة الخامسة. ملابس. مفردات إضافية. الأرض. انظر واستمع واعد. الأول مين first، الثاني مين second. Next student، سارة. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. ريندس. الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. رتب الأعداد random. What will you write here? أول أول is already الأ... written here. yeah. الثاني الثالث الخامس. No. No, What sir. will you write in this one? So, the third one, sir. First is Rabe. Okay. Awal. Arabe. You will write here Arabe, the fourth. Okay, sir. Next. Arabe. الخامس. Obvious. Still بين العدد وترتيبه. Join the number with its position. So what Yes. is the position for this First one one? is the first one. الرابع is the second one, sir. No, I am Down. talking about this one. Do you see the arrow? Yes, sir. الرابع. This is not a rabe. This Oh, is this one, sir. This is خامس. 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 Next. الرابع. الأول. الثالث.
This is a salis, not this Yes, one. sir. And this is a sunny. Okay, sir. So the last one is sunny, sir. Yes, the last one is Okay. salis. Salis. Okay. Dribu salis ikra al adad al tartibiya. Read the positioning number, Mr. Yasini. What is this? So, are you talking about the atadribu still bain al adadi wa suwar al munasibati? No. Do you The see next the one? arrow? Do you see the arrow? Do you see the Yeah. cursor? Read this one. Oh, read that. Okay. The salasa. Salis. As-salis. Salis. Al khamis. الأول، الأربعة، الرابع. الرابع، الاثنين، الثاني. الثاني. So here we have fourth position highlighted. Which number? What is the word? Okay. The word for the first one. Yes, for the fourth الرابع position. for the first one. الرابع. Next. Second one, الأول. The third one, the الخامس. The fourth one, second, like الثاني. okay, الثاني. الثاني, yeah. And the fifth one, al-salasa. الثالث. Al-salis. الوحدة الرابعة الآيات اليومية الدرس الثاني والثلاثون تركيب النحوية التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال متى تذهب إلى المدرسة when do you go to the school أذهب الساعة السابعة I go at 7 o'clock. مسحور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. You are first. عائشة. Yes. You are second. Start the example. متى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة السابعة. متى تذهب إلى البيت؟ عائشة is female. متى تذهبين إلى البيت؟ متى تذهبين إلى المدرسة؟ إلى إلى البيت. البيت. إلى البيت. أذهب الساعة الواحدة. متى تذهبين إلى الطبيب؟ أذهب الساعة الثانية. It will be better متى if you تذهب say أذهب بس الساعة الثانية. أذهب الساعة الثانية. متى تذهبين إلى المسجد؟ أذهب الساعة الثالثة. أذهب الساعة أذهب الساعة الثالثة. متى تذهبين إلى المهندس؟ أذهب الساعة الرابعة. متى تذهبين إلى الشقة؟ أذهب الساعة الخامسة. متى تذهبين إلى العم؟ أذهب الساعة السادسة. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال أين تصلي الفجر so you صلي mean he prays تصلي you pray أصلي I pray
أين تصلي الفجر؟ Where do you pray the Fajr؟ أصلي الفجر في المسجد. I pray Fajr at mosque. إيسا حبيسا. مريم إبراهيم. السلام يا قيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مريم you are first, سامية you are second. yes. أين تصلي الفجر؟ هل أين تصلين الفجر؟ تصلي الفجر في المسجد. تصلي الفجر. أصلي أصلي الفجر الفجر في المسجد، في البيت، سوري. أصلي في البيت. البيت. No answer according في to the البيت. picture. البيت. Where do Maria. you pray? Where do you Which one? read the Second one. Quran? Read. Where متى يقربين تقربين متى تقربين then أين أين تقرأين القرآن؟ أين تقرأين القرآن؟ I read Quran at Musalla. أين تقرأين القرآن؟ Next student, Sarah, can you answer? I read Quran at Musalla. Yes, sir. أين تصلي؟ I No, read no, no. Quran at Answer, Musalla. answer. أين Okay, أستاذ. تقرأين القرآن؟ أقرأ القرآن إلى المسلة، في المسلة، المسلى. في المسلة. Next. أين متى أو أين؟ هي ماذا؟ ماذا؟ أين أين تشاهدين التلفاز؟ أشاهد التلفاز في الغرفة. أين توضأ؟ أين تتوضئين؟ أنا أتوضأ في الحمام. أين تغسلين الأطباق؟ أين تغسلين الأطباق؟ أغسل أطباق في المطبخ. أين ينام أين وتنام؟ تنامين؟ أين تنامين؟ أنام في غرفة النوم. غرفة أين غرفة النوم. تغسلين الملابس؟ أغسل الملابس في الحمام. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. لين exchange the question and the answer like in the two examples. المثال الأول ماذا تفعل؟ What are you doing? So يقرأ mean he is reading. أقرأ I read. يقرأ he reads. أقرأ I read. Or I am reading. أقرأ القرآن I am reading Quran. ماذا تفعلين؟ What are you doing? أقرأ القرآن. I am reading the Quran. سامية. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام. You are first. سارة. Yes, sir. No, this is Yasini turn. Mr. Yasini. Yes. You are second. Read the examples. Okay. ماذا تفعل؟ أقرأ القرآن.
ماذا تفعل؟ تفنين. تفعلين. اوكي ريكوردينغ. ماذا تفعلين؟ أقرأ، أنا أقرأ القرآن. This time, مامي. okay. This time, do everything according to the picture. علم تفعلين for women, yes. ladies. Yes. Mamia, what are you doing? Aina. Maza. ماذا what تفعل؟ What are what you are doing؟ you doing؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ أسكن تفعل ماذا؟ الغرفة. أكنس الغرفة. Okay. ماذا تشاهد؟ تشاهدين. This is female. ماذا تشاهدين؟ Okay. ماذا يو تشاهدين؟ يشاهد التلفاز. أشاهد التلفاز. I am watching television. مشاهد التلفاز. أشاهد. أشاهد. مشاهد. مشاهد التلفاز. حمزة. ماذا يقرأ؟ ماذا تقرأ؟ What are you reading? اوكي ماذا تقرأ؟ يقرأ الصحيفة. أقرأ الصحيفة. I am reading. أقرأ الصحيفة. ماذا تكوي؟ أيكوي الملابس. أكوي. يكوي الملابس. أكوي. أكوي ملابس. ماذا تغسلين؟ أغسل الأطباق. ماذا تقرأ؟ أقرأ القرآن. أقرأ الكتاب. كتاب. كتاب. يتبادل السؤال والجواب مع زميلي كما في المثال. يكنس. He is sweeping. ماذا ستكنس؟ What will you sweep? سأكنس غرفة الجلوس. I will sweep the living room. Miss Hood. السلام عليكم. وعليكم السلام. عائشة. نعم. Can you both start? ماذا ستكنسين؟ سأكنس غرفة الجلوس. ماذا يغسلون؟ ماذا ستغسلين؟ ماذا ستغسلين؟ أغسل الملابس. سأغسل الملابس. صح. سأغسل الملابس. ماذا يتكوين؟ ستكوين. 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 ماذا ستكوين؟ أكوي. سأكوي الملابس. سأكوي الملابس. ماذا ستصلين؟ ستصلين. أصلي. سأصلي. سأصلي الفجر. سأصلي الفجر. سأصلي الفجر. ماذا ستقرأين؟ سأقرأ القرآن. ستقرأون. سأقرأ. ستقرأين. ستقرأين. ماذا ستقرأين؟
سأقرأ القرآن. ماذا ستشاهدين؟ أشاهد التلفاز. سأشاهد التلفاز. ماذا ستغسلين؟ سأغسل الأطباق. سأغسل الأطباق. ملخص التراكيب. Summary of the structures. You can skip it. مستر ريسا، Yes, sir. you will repeat what you hear. الوحدة الرابعة، الحياة اليومية، الدرس الثالث والثلاثون. Can you repeat this? الدرس الواحد. الدرس الثالث والثلاثون. الدرس الثالث والثلاثون. حياته اليومية. الأصوات وفهم المسموع. الأصوات والفهم المسموع. أولا الأصوات. الأصوات. التدريب الأول. التدريب الأول. استمع وأعد. I'm not hearing you, sir. I'm استمع breaking. وأعد. سمي واعد. طارق. 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 طه. طه. فاطمة. فاطمة. لطيفة. لطيفة. الفطور. الفضول. الأطباق. 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 مريم إبراهيم. اسمعني. التدريب الثاني. استمع وأعد. تدريب ثاني. 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 استمع واعد. طابة. طابة. I can't hear, Malim. Yes, some problem. Can I read it طابة. myself? Yes.
تابع. أوكي. تابع. طلاق. 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 طل. طل. تل. تل. طاء. 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 تاء. تاء. طعام. طاء. طعام. تمام. What is it؟ طعمة. طام. تام. تام. سامي يا كيوم. Yes, sir. أعطى. السلام عليكم. I think she has some internet issue. Can you hear us? She has some internet issue. Next student, Sara. Yes, sir. أعطى. Wait. أعطى. استطاب. استطاب. استتاب. استطاب. أوطار. أوتار. 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 فتنة. 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 نطفة. 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 ياسيني. قناطة. قنطة. قناطة. 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 مطة. 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 مطوبة. مطوب. مات. 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 يميط. 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 يميت.
قط. 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 التدريب الثالث. استمع واحد. Any student can repeat now. التدريب الثالث. Any. استمع وأعد. Anyone repeat? Yes, Repeat me. Okay. التدريب أعوذ الثالث. بالله من الشيطان. Anyone repeat this? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون طيبات. طيبون للطيبات. والطيبون للطيبات. التدريب الثالث. استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Repeat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والطور وكتاب مسطور. والطور وكتاب مسطور. قل أطيعوا الله. قل أطيعوا الله. الله والرسول فإن تولوا. قل أطيعوا الله والرسول لو فإن الله لا يحب الكافرين.
فإن الله لا يحب كافرين. الكافرين. Okay, we will stop here and next time, inshallah, we'll continue. Anybody, any question? جزاكم الله خير. وإياكم. See you all next time, inshallah. Ma'assalam.